هي نعم مشكلة برنامج، مش هي مشكلة برنامج، مش مشكلة ايديولوجيا، نعم هي مشكلة برامج وافكار واطروحات وتشخيص صحيح وتحليل صحيح، مشكلة عمل. نعم عمل الناس لما تقعد تقرا الواقع وتحلل وتعترف بجهلها وتتعلم وتكرس فكرة انه لازمنا نناقش في الامور، مش نتجاهل، مش ما نفضحوش الجهل، نقرا نتعلم نناقش نحاول ناسس نبرمج ونسقط تماما وهم الزعامات والايقونات والعصافير النادره والنجاحات الخارقه والفنون التي تسقط من السماء، وفلان القاري عنده قفه شهيد في امريكا كل ما طيحهم في الماء، ونثق فقط في البرامج والعمل والامور التي تثبت علميا، وننتهي تماما من وهم الزعامات والثقه المطلقه والصكوك البيضاء والتزكيات، وفلان ما عندكش فكره راه مثقف جدا ومتخلق جدا، وفلان لو كان في السجن وعدى عمره في السجن هذا كنا نساوي. البرامج، الافكار، المعطيات العقلانيه المعقوله، والتشكيك واكتساب اليات تحليل الخطاب باش تفهموا بالضبط الناس قاعده تقول، وتميزوا ما بين شكون هذا وشكون الاخر. راكم قاعدين تبارتاجيو وتلايكيو من غير ما تفهموا شنو قاعد يقع. المنشور اقرا 5 مرات، فكوا كلمه كلمه ومن بعد شوفوا يعجبك ولا ومن بعد بارتاجيه. انا احيانا نكتب منشور يتبارتاجا 50 مره في دقيقتين، وقتاش خليتوه؟ اقرا واش قاعد يقال، حلوه، افهموه، اقبلوه، ارفضوه، انقدوه، عاودوا اقراوه. مهم الخطاب هو كل ما نملكه لتبنيد السلبيات وإعادة الاعتبار للحقيقة. أهم ما يحصل هو أننا نكتب، وطالما نحن نكتب فنحن نقاوم، وطالما نحن هنا نقاوم فهناك أمل، لكن الأمل هذا مرتبط بمدى وعيكم واهتمامكم بما يكتب. وبالتالي في هذه اللحظة لا حل لنا إلا الوعي، ولا حل لنا إلا اكتساب ذلك الوعي عبر عمل دؤوب ومجهد، وراه مش حكاية شعارات ولا حكاية شارع ولا حكاية بنية ولا حكاية شجاعة. ما عندكم هذا كله وليس حلاً.